الرأس المال غير المادي موضوع ندوة صحفية عقدتها أمس المجموعة البنكية التجاري وفا بنك من خلال مؤسستها الداخلية. الندوة التي أطرها فاعلون اقتصاديون تطرقت إلى رأس المال غير المادي والرأس مال الطبيعي. كيفاش يمكن للمغرب يستغل هذا المفهوم، يستعمل هذا المفهوم ديال الثروة غير المادية باش يطور نموذج التنمية للمغرب اللي يكون شامل ومتكامل، ما كيشوفش غير الناتج الإجمالي الداخلي ديال البلد، ولكن كيشوف جميع المكونات ديال هذا الناتج المحلي. المتدخلون أبرزوا أن اعتماد هذا الرأسمال كمعيار أساسي في إعداد السياسات العمومية سيمكن جميع المغاربة من الاستفادة من ثروات بلادهم. السياق المغربي هو خطاب صاحب الجلالة تاع خطاب العرش 2014 اللي أكد فيه بأن المغرب عازم باش يعمل تقييم نتاع التقويم نتاعو راس مال البلد الغير المادي. هذا هو السياق الوطني وبعد الاصلاحات الكبرى اللي قام بها المغرب اللي عندها علاقه بهذا بتقوية الدول بحال تفعيل ولا انزال الدستور وكذلك اصلاح منظومه التعليم. وخلص المتداخلون في هذا اللقاء الذي حضره عدد كبير من الخبراء في عالم المال والأعمال إلى الدعوة لاستغلال المخلفات الإيجابية من هذا النظام وتوفير انعكاساته على حساب مستوى معيشة المواطن.